السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناتكم فورماسيون اي امبلوا votre chaîne de réussite. اليوم غادي نكملوا في سلسله الحلقات المخصصه للبحث عن العمل مع الدرس الثاني اللي غادي يكون مخصص لشيء يسمى لو بيلون دي كومبيتونس. اذا قبل ما نبداو كنتمنى انكم تشوفوا معايا هذه الصوره وتقولوا لي شنو كتفضلوا، واش الطبق الموجود على اليمين ولا الطبق الموجود على الشمال ديالكم. الأكيد أن الأغلبية ديالكم غادي يختاروا الطبق الموجود على اليمين. لماذا؟ لأنه مقدم بواحد الطريقة اللي كتخلينا عندنا الرغبة أننا ناكلوه أننا نجربوه، عكس الطبق اللي موجود على الشمال. مع العلم أنه يقدر يكون الطبق اللي على الشمال ديالنا كذلك جيد، يقدر يكون الطعم ديالو مزيان، المكونات ديالو جيدة جدا، ولكن للأسف الطريقة اللي تقدم بها ما خلتناش أننا نكونوا باغيين نجربوه. إذا هو نفس الشيء. شنو الغرض من هذا الكلام كامل؟ هو أنه نفس الشيء بالنسبة لنا حنا ملي كنمشيو ندوزو واحد لونتروتيان ولا كندفعو واحد لا كانديداتور، كنقلبو على العمل، كيقدر يكون عندنا مهارات مزيانة، كنقدرو نكونو واحد لو كانديدا مزيان، ولكن ما عرفناش نقدمو هذه المهارات ديالنا وما عرفناش نقدموا نفسنا بطريقه اللي تخلي الشركه انها باغيه تحتفظ بنا. اذا من الحاجات المهمه جدا واللي غادي نركزوا عليها واهم شيء اللي كنبداو به هو انه احنا اون طونك شيرشور دومبلوا اللي كنكونوا نقلبوا على العمل، من المهم جدا نتعلموا كيفاش نبيعوا نفسنا، كيفاش نقدموا نفسنا ونخليوا الشركه محتاجة وباغية أنها تاكلنا، باغية أنها تتعامل معنا. إذا savoir se vendre هو هدف رئيسي بالنسبة لنا، ولكن قبل ما نبيع نفسي مهم جدا كذلك أنني نعرف شنو غادي نبيع، لأنه لا جيت ندير عملية بيع كاذبة راه غادي واخا يقدروا كاع ياخذوني في الأول، ولكن إن فوا غادي يشوفوا أن هذاك الشيء كذوب غادي يتخلاو عليا. اذا savoir se vendre ماشي بالضروره محتاج انني نكذب. savoir se vendre اول حاجه كيحتاجها هو انني نعرف نفسي ونعرف شنو هي المؤهلات وشنو هي المهارات ديالي وشنو هي الحاجات اللي زايده عندي اللي غادي تخلي الشركه باغيه تحتفظ بيا بالنسبه للناس الاخرين. اذا الهدف الاول كيف ما قلنا هو اننا نعرفوا نفسنا اكثر ونعرفوا مهاراتنا اكثر باش نقدروا من بعد نبيعوا هذه المهارات للشركه، وانني من خلال هذه عمليه البيع نحصل على هذاك الشغل اللي كنقلب عليه. اذا اول حاجه في البروسيسوس دو ريشيرش دومبلوا اول حاجه خصني نبدا بها هي انني نعرف شنو هما لي كومبيتونس لي موتيفاسيون لي كاليتي اي لي بوين فابل ديالي، يعني نعرف المهارات ديالي، الميزات ديالي، الاشياء اللي كتحفزني وكذلك نقاط الضعف ديالي. هذا الشيء كامل كيفاش ممكن لي نعرفو؟ كنقدر نعرفو بشي حاجه سميتها لو بيلون دو كومبيتونس اولا حصيله المهارات. حصيله المهارات السؤال اللي غادي نطرحوه دابا هي شنو هي هاد حصيله المهارات. اذا le bilan des compétences est un dispositif qui consiste à analyser ses compétences professionnelles et personnelles, aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Et donc, je peux dire que cette حصيلة المهارات هو واحد الآلية كنوضعوها باش كنحللوا المهارات المهنية والشخصية ديال واحد الشخص واحد لو كونديدا، كنعرفوا شنو هي الاشياء كذلك اللي كتحفزو وشنو هي القدرات ديالو، ومن خلال هاد عمليه التحليل كنقدروا اننا نرسموا معاه واحد الخطه مستقبليه واحد المشروع مهني ديالو اللي يقدر يكون في بعض الحالات محتاج كذلك لتكوين اضافي. اذا السؤال اللي كيجي من بعد هو كي بو فير ان بيلون دو كومبيتونس، شكون الناس اللي تقدر تكون محتاجه لهاد الحصيله، شكون الناس اللي تقدر ديرها؟ اذا كاين بزاف الناس اللي محتاجين يعملوا هذه العمليه هذه. اول شيء هما لي ستوديون، الناس اللي كيقراو باش يقدر يعرف شنو هي الاشياء اللي خاصها يكملها وكيفاش يقدر يكمل من بعد الدراسه ديالو والميدان اللي يختاروا. مثلا كاين لي شيرشور دومبلوا
هذه اللي كيهمونا اليوم اللي هما الباحثين عن العمل. كاين الناس اللي باغيه وكتفكر انها دير مشروع ديالها، كاين كذلك الموظفين او العمال في الشركات الخصوصيه، وحتى الناس اللي عندها الشركات ديالها او اللي كتشتغل بشكل فردي يكونوا كيقدروا يكونوا محتاجين لهاد الحصيله ديال المهارات، لان كيف ما قلنا كل شيء كل واحد فينا محتاج يعرف شنو هي المهارات ديالو وشنو هي لي بوين فابل ديالو. السؤال هو بوركو فيغ ان بيلون دو كومبيتونس، علاش حنا محتاجين نديرو هاد الحصيله، باش علاش كنحتاجو اننا نديروها ونعرفوها. اول حاجه كتقدر تساعدنا اننا دو سيبلي اون فورماسيون، نختارو التكوين اللي غنديرو من بعد، اننا نلقاو الشغل المناسب لنا، اننا نعاودو نشوفو لا كارير ديالنا يعني المسيره المهنيه ديالنا ونسيروها بالطريقه الصحيحه. انه مثلا الانسان يقدر يكون ما مرتاحش في هذاك الشغل، من خلال هذاك لو بيلون ديال المهارات ديالو يقدر يعرف انه هل عنده الامكانيه انه يغير مجال الشغل ديالو، انه يعطيني فرصه انني نستمر في التقدم في الشركه وناخذ مناصب اعلى، انه لو كان عندي مثلا واحد مشروع واش عندي المهارات انني ندير هذاك المشروع ولا لا. اذا كيمكنني ان تكون عندي رؤيه واضحه باش ناخذ قرارات صحيحه. السؤال اللي كيجي من بعد هو كومو فير لو بيلون دو كومبيتونس، او لا كومو سو ديرول هذاك لو بيلون دو كومبيتونس، يعني شنو هي الطريقه اللي كيتم بها. اذا مني بار ان كونسلتان سبيسياليزي اي سو ديرول ان 3 فاز. اذا اول حاجه خصنا نعرفوها انه في العادي انه كيقوم به واحد شخص مختص في الميدان، في ميدان الموارد البشريه هو اللي كيقوم بهذه العمليه. كيجي عنده هذاك الشخص اللي باغي يدير لو بيلون، اللي باغي يدير هذيك الحصيله ديالو، وكي من خلال واحد لونتروتيان كيعرفوا شنو هي الاحتياجات ديال هذاك الشخص وشنو هي الغرض من هذيك العمليه اللي كيقوموا بها اللي هي عمليه الحصيله ديال المهارات. من بعد كيقدم له شنو هما التقنيات اللي غادي يستعملها في خلال هذه العمليه. من بعد كاينه اون فاز دانفيستيغاسيون، سي سا فو دير كوا، سا فو دير انه هذاك المستشار المختص كيبدا في عمليه البحث من خلال تحليل الاشياء او المحفزات ديال لو كانديدا، من خلال تحديد شنو هما المهارات ديالو، ومن خلال كذلك تحديد شنو هي الامكانيات ديالو باش يقدر يطور من نفسه ويطور من حياته. اذا هذه هي المرحله الثانيه، مرحله مهمه جدا اللي كتكون فيها عمليه التحليل ومعرفه شنو هي المحفزات، شنو هي المؤهلات، وشنو هي الامكانيات. كنجي للفاز الاخرى او المرحله الثالثه والاخيره، هي مرحله الختام او لا مرحله الكونكلوجن الخاتمه. اي هذاك المستشار المختص في الموارد البشريه كيساعد هذاك الكانديدا انه يرسم المشروع المهني ديالو. هذاك المشروع المهني خاصو يكون مشروع واقعي، وكيساعدو في نفس الوقت انه يحدد شنو هي الخطوات والمراحل اللي خاصو يتبعها باش يحقق هذاك المشروع المهني ديالو. اذا السؤال اللي كيجي من بعد هو اننا تكلمنا على واحد المستشار، واحد مختص في الموارد البشريه، ماشي كلنا عندنا القدره اننا نروحو ونمشيو عند واحد المستشار اللي غنعطيه الفلوس باش يقوم لنا بهذه العمليه ديال التحليل وعمليه الحصيله. اذا واش نقدروا اننا نعملوا هذه العمليه بوحدنا؟ وفي الحقيقه بالطبع انه مع المستشار العمليه كتكون احسن، لانه المستشار عنده لي مويان، عنده دي زوتي، عنده الاليات اللي عارف يتعامل بها واللي غيساعدك بها. ولكن بالنسبه للناس اللي بغات دير هاد لو بيلون، اولا كاينه لانابيك، كاين لانابيك تقدر تمشي ليها وتطلب انهم يديروا معاك لو بيلون دو كومبيتونس. ثانيا للاسف نقدروا نمشيو لانابيك وعلى حسب الوكالات، كاين الوكالات اللي كتعامل مزيان مع الناس، كاين وكالات ثانيه اللي اساسا الناس اللي كيشتغلوا عندهم عمل بزاف، اذا ما عندهمش الوقت باش يديروا ان بيلون دو كومبيتونس للناس كامله. اذا الفكره انه غادي من خلال الدرس المقبل باذن الله غادي نوريكم الطريقه اللي تقدروا بها
تديروا هذاك الحصيلة ديال المهارات ديالكم بشكل فردي في البيت. في نفس الوقت غادي الناس اللي محتاجين انهم يدخلوا معايا اون كونتاكت بما اني مختصة بالموارد البشرية يقدروا لما فهموا شي حاجة ما كان حتى مشكل يتصلوا بيا باش نساعدهم من خلال الاشياء اللي ما فهموهاش او لما عرفوش يديروها في هذاك لو بيلون دو كومبيتونس. اذا حنايا الحلقه المقبله غادي نهضروا على كيفاش نديروا هذاك الحصيله بوحدنا. وكذلك بغيت نقول لكم انه عملت واحد البلوغ اللي فيه المعلومات كامله واللي تقدروا ترجعوا ليه بصفه دائمه كذلك اللي غتلقاو فيه المعلومات على كيفاش ديروا مثلا هذا البيلون دو كومبيتونس. وفي اخر الحلقه كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ان الغرض الاول ديال الشخص اللي كيقلب على العمل هو انه يعرف يقدم المهارات ديالو يعرف يبيع نفسه وان الخطوه الاولى اللي خاصو يبدا بها باش يقدر يبيع نفسه هو انه يعرف شنو كيمتلك. اذا يعرف شنو هي المهارات القدرات المحفزات وكذلك نقاط الضعف ديالو. اذا كنتمنى الى عجبتكم الحلقه تديروا جيم وتابوناو للقناة وما تنساوش تسناونا في الحلقة المقبلة لأنها مهمة ومهمة جدا حيث غادي نفهموا فيها كيفاش نقدروا نديروا البيلون دو كومبيتونس بوحدنا.